اتزوج رح اترك الشغل هون. شكلك ستنتي لك شي زبون محرز وناوي تتزوجي. ايه لا حبيبي ما ستنتي شي زبون محرز، بس اكيد انا ما رح اخذ واحد يتركني عم بشتغل جرسون بهذا المطعم. نور انت جد عم تحكي؟ ايه عن جد عم بحكي. ليش وين الغلط؟ بعدين انا ما بشوف هذا الشغل فيه عيب، ونحن من وقت ما درسنا معهد فندقي كنا بنعرف انه هيك رح يكون شغلنا. لا حبيبتي انا درست معهد فندقي اولا لانه ما طلع لي غيره، وثانيا قلت لحالي بتعلم الاتيكيت والطبخ لحتى استخدمهم واستثمرهم ببيتي مع جوزي وضيوفي. ولا انت شو رايك عمار؟ لا انا مبدئيا عفيني من الاجابه، يعني بمعنى ثاني انه انا بحتفظ برايي هلا. احتفظ برايك عمار. خذ 2 عصير بردقان على الطاوله رقم 7. صار. لورين خذي 1 اسبريسو و2 نسكافيه بلاك على الطاوله رقم 3. تفضلي. لورين. يا عمار. شو وين مو على اساس وين ما خلص لهلا؟ يلا نور عم تجهز لي يا عمار. صحة وهنا يا روحي. سلميلي على أهلك. سلمون. باي. قولي على قلبي نور. معلش لك شغلة من دون ما تزعليني. قلبي رائد اليوم كان عم يطلع فيكي كثير. ايه وشو يعني؟ شو يعني؟ يعني لا تلبسي هاي البناطلون الضيقة اللي عم تلبسيها. لكن شو بتحب البس؟ هلا أول شيء لا تفهميني غلط. ثاني شيء مو اتفقنا إنه ما تزعلي؟ وكيف بدك يعني افهمك؟ أنت بتعرفي إنه المجتمع اللي عايشين فيه ما بيرحم. وبتعرفي كيف بينظر للبنت اللي بتشتغل بهيك شغلة. يعني بتطلع فيها على أساس إنه هي بنت فلتانة. مشان هيك أنت مضطرة تسقطي عنك هي التهمة. تهمة؟ ايه تهمة، والمتهم بريء لحتى تثبت إدانته. لك انت شو عم تحكي؟ تهمة وإدانة شو هاد؟ يعني انت مدانة اذا لبستي هيك لبس وكنتي عم تشتغلي بهيك محل. مشان هيك لازم تلبسي لبس محترم لتخلي الناس تسقط عنك تهمة. شو اسمه؟ أولى. لك انا صار لي سنة ونص بشتغل هون ولا مرة سمعت منك كلمة. لانك اول مرة بتلبسي لبس ضيق بهي الطريقة. انا تأخرت على البيت ولازم نمشي. بتعرفي شو؟ مش تيجي شي مرة أنا وياك نتناقش بموضوع واحد ما تنهي لي إياه بنكد وزعل هيك؟ لا ما زلت خلص بنحكي بهذا الموضوع المهم بعدين. ماشيين سوا كأنه ما؟ زعلاني؟ طيب معلش تفتحي سكايب؟ لا لا فضل سكايب من بعد اذنك. طيب اوكي بانتظارك انا. باي باي. ها دخيل هالوش انا حبيبتي. انت بتعرفي اني انا بحبك كثير، بس يعني موضوع اللبس هاد ما فيني اسكت عنه. ومسحك واخدك وعطاكي قدام رفقاتنا بالشغل اللي ما عليه رقابه كمان شو هاد؟ والله هذا اللي كان ناقص. لورين نظرات رائد اليوم لإلك كثير زعجتني مو شوي. ليش؟ لاني ملكك وحسيت انه حدا تعدى عليه؟ لا مو هيك القصه ابدا. القصة انه انا بدي الناس تنظر لك نظرة احترام، ونظرة رائد لإلك اليوم ما كانت نظيفة ابدا. كنت دافع عني. كيف؟ مو انا حبيبتك وملكك ورح تخطبني بعد فترة؟ من بلا. ايه كان من حقك تبهدله على هالنظرة،
وخاصة إنك قلت لي إنه هو انتبه لك وشافك. مزبوط، بهي معك حق. عموماً أنا بدي منك طلب واحد بس، إنه ديري بالك على لبسك وضحكك مع رفقاتنا، يعني ياري تخففي لي شوي. عمار، ما بيكفي الحرب سرقت منا ضحكنا وفرحنا؟ لك عم تستكتر علي إذا ضحكت مع رفقاتي على شي مزحة يلي بقضي معهم وقتي أكتر ما بقضيه بالبيت؟ ماشي ماشي ماشي، خلاص تحكي قد ما بدك تحكي، بس موضوع البنطلون ياري تغيري، أصلاً عندي غيره بنطلونات كتير. صح؟ ماشي مثل ما بدك. أنا بدي نام، تصبح على خير. تصبحي على خير، بس ما تضلك زعلانة، وتذكري دائما إني أنا بحبك، وكل هذا الحكي اللي عم بعمله لأني أنا حريص عليك. أوكي باي. تصبحي على خير. We'll be right back.